السلام عليكم متابعينا الأوفياء. فيديو جديد بخصوص تربية طائر السمان. كما ترون اليوم اشتريت سمان جديد اللي هو صغير الحجم هذا تقريبا، يعني هو حسب صاحبه يقول أنها أقل شوي من 30 يوم، لكن كما ترون مثلا شوفوا حجم السمان الكبيرة وهذا السمان الصغير، هاي السمان الصغير وهذا السمان القديم اللي عندي كبير. فهذا هو يعني السمان الجديد الحجم نتاعها، شوفوا الصغير كلها، شوفوا مع صغرها في يعني بعضهم صغير جدا. ففيديو هام جدا بخصوص إذا كان حتى نقل السمان سواء كان كبير أو صغير، إذا تشتري سمان يعني هو قد ينصح أنك تشتري سمان وتضعه كما هو وتعطيه الغذاء والماء وينجح معك، لكن أحيانا قد تجد عدد كبير من النفق في السمان المنقول من مكان إلى مكان، فهو طائر حساس جدا. لذلك ماذا نفعل؟ نحطيه مضاد حيوي لمدة 3 أيام أقل شيء، أقل مدة أو 5 أيام حسب نوعية المضاد الحيوي، و يعني 3 أيام أو 5 أيام حسب ما ينصح به. مثلا أنا اشتريت هذا المضاد الحيوي بدون يعني ذكر الماركة، لكنه يحتوي المادة، فقط المادة هي سلفا ديميدين، المادة تركيز 20%، وبدون ذكر يعني شركة، تجد عدة يعني أنواع، ويستعمل المواشي والدواجن إلى آخره. فمثلا هذا الدواء كما ترون دواعي استعماله، تلاحظون هنا دواعي استعماله، نستعمل الالتهاب الرئوي والتهاب الأمعاء والتهاب الضرع بالعقديات والإنتان الدموي وإلى آخره، وخاصة داء السلمونيليات والتهاب الأوعية المفوية. بالنسبة إحنا للسمان وأيضا حتى الكوكسيديا ودواء الكوكسيديا، بالنسبة للسمان يعني في أدوية يعالج عدة، ومضاد حيوي يعالج عدة أدوية سواء للمواشي وإلا للدواجن، لكن بالنسبة للسمان كمضاد نحتاجه للالتهاب الرئوي لأن فصلة الشتاء خاصة، وأيضا التهاب الأمعاء ممكن يتغير عليه نوعية الغذاء فقد تلتهب أمعاه. بالنسبة لي أعطيه علف الدجاج بياض بروتين 17%، لكن قد يكون يعني شخص مربي يعطيه يعني علف ثاني فيتبدل عليه نوع العلف فقد يتعرض للإصابة. وأيضا يعني أهم شيء الالتهاب الرئوي والتهاب الأمعاء وعلاج الكوكسيديا وعلاج للسلمونيل، هذوما أهم أشياء ممكن يكون السمان ناقل لها من مزارع التربية، قد يكون يحتوي على كوكسيديا أو سلمونيلا، وخاصة السلمونيلا لن تتركها يسمن أبدا وسيضعف السمان ويظهر مرض التسيف ثم سيموت، لذلك نعطي المضاد. بالنسبة للمضاد الحيوي هذا يعطى 3 أيام ثم يسحب لمدة 2 يوم يعني يرتاح السمان، ثم يعطي ثلاثة أيام أخرى يعني سيشرب السمان 6 أيام ويعطى في الماء تقريبا مقدار يعني ملعقة شاي صغيرة ممسوحة، لأنه هو حسب الجرعة 4.5 غرام أو عفوا 5 غرام في 4.5 لتر ماء. الملعقة الصغيرة ملعقة الشاي الممسوحة تحتوي على ممسوحة، ليست يعني معبة بالكامل، تكون ممسوحة تحتوي على 5 غرام، 5 غرام في 4.5 لتر ماء. عندي هذه العبوة فيها تحتوي على 5 لتر، تركت جزء منها تقريبا 0.5 لتر يعني فاضي، وخلطت فيها الدواء وسأعطي الدواء، يعني يراه جيد جدا. وفي مرض يعر معروف لدى السمان مربي السمان يسمى حمى النقل، حينما ينقل من بيئة إلى بيئة ثانية تصيب هذه الحمى يظهر خمول على السمان وقد يتعرض إلى الوفاة، فلذلك يعني يجب الحرص على إعطاء هذا المضاد الحيوي. هذا يعني فيديو خاص ب يعني خطوة هامة جدا لنقل السمان يعني لتجنب يعني الوفيات. أرجو أن تكونوا استفدتم من هذا الفيديو، لا تنسوا دعمنا باللايك وبالاشتراك في القناة وبتفعيل زر الجرس. شكرا لمتابعتكم لهذا الفيديو.